كنت عايز اقول يعني ايه؟ كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر، نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسباب. اصل الحكايه كلها روسيا وامريكا، وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات، الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجامعه. السجن لحين إعادة محاكمتك وحصولك على البراءة. هو ايه قصده دي؟ قال الفلوس معاي ولا سرقت الفلوس؟ شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشمشة الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان. أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه. أنت ما سرقتش يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص؟ الله، ما سرقتش ده إيه؟ حرام أو أنت أنا يعني أكذوبة؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. أعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير، افهم وركز. أنت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين؟ يا سعاده البيع انا حرام، حرامي انا سرقت 100,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت كنت لابو كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلف. هي براءه العقل ما تستنى يا سيدي. أنا مش حرامي يا دلوقتي أنا سرقت وبقول إن أنا سرقت، في حاجة دي؟ أنا مش حرامي. ما تهدى بقى يا عمار. ما تطلع تبقى مليون أونطي. أونطي إزاي؟ أنت كمان صدقت؟ أنا عارف لك بقى. عارف إيه؟ ده حركات في الحكومة بس ما تصدقش. أنا حرامي وأنا عارف أنا عملت إيه. لو أنت هتعرف أحسن من الحكومة. إذا كانت الحكومة نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. أنا بشوش؟ أيوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والبقف اللي معاه أكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف مش انت اللي بتقول. انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم الليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساتراني. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ معاه اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اريده يا دي. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضربه يا سعاده الباشا. طب قول. قول له كمان.
قول كمان على صاحبته الرقاصة اللي اسمها نال. ولما انت عارف ان في رقاصة وصاحبته اسمها نال ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعادة البيه، ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه فقاعة هوا، انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول ماما لنختبرك في العادي. ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. قال لي قول لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوة يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت تحطه بطيخ يبل ريقي. عجوة؟ طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عليا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي عليا، هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي، لا الوفات ولا حاجه. اطلعي عليا، هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا، انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا، هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تشيلي عليا الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور، الدنيا كلها منورة. ده نوري. اي والله نوري، الواحد يتكلم الصراحة.
نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيشه المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوة، لان العينين مفنجلة علي قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغاية العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا، ساعتها نطلع المدكن ونديها نديها بقى. يا جماعة ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشة عادية. تجننت يا بت انتي؟ ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ أنا كنت سامع إن أنت عندك نص فدان، ما تبيعيه؟ أبيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. ما أنا دلوقتي لما أفتح مكتب وأشتغل في التجارة، ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، هتطوف في الكازوزة. آه يا لئيم أنت يا لئيم. مش كده؟ قلت إيه؟ هبيع يا ابني هبيع. يا ضيع عليا ندور على الحجة تحت الأرض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية. هي فيها لسه طول البال؟ خطيبك ده بيخطط للنغنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. آه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي أزواجا وأفرادا. المهم دلوقتي انا عايش شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضه شقتي مكتب؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري 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 ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه، لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم. لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. نو
سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ اتفضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي الدور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال 1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلامه. انا بأكرر اسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي اتفضلي. استنى. سعيدة يا جوز بنتي. أهلا يا عيش. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي أنت بتعمله. خد. إيه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي. هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف مين؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس ورجلي حفت لما عرفت عيونكم وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وكتب. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. Thank you.
الظاهر. دلوقتي هنعرف على رأيك. مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام، ربنا يدلنا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد عن اسم الهلبوطي هربان في حته ده محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. الحته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب. ربنا يتمينك بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها بزخ بابد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلك نقيه نقيه الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه. واصل انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضلك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا حي علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينا بثلاث قناطين الليلاغي. ام بطهي. تفضل. السلام عليكم. خد عبد الجواد.